السلام عليكم. اولا نشكر هذا الخير هذا اللي تكب علينا على هذا المول البرقي بان فتح الطريق الرابطه بين دار السي عيسى ومول البرقي. يعني انا بالصفه ديالي كرئيس فرع ديال المول البرقي الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان، احنا الحمد لله فرحنا وفرح كثير لهذه الجماعه والسميتو باننا احنا كنا كنعانوا كثير من هذا المشكل هذا ديال الطريق. الحمد لله احنا راه فرح كبير في هذا النهار ديال اليوم باننا احنا جاي السيد العامل بمدينه اسافي ورشيد بوقطايا بانه هو اليوم يعني اجتهد معانا ودار معانا اللازم وقف وقفه يعني اجتهاد كثير، وحنا رحنا فرحانين بزاف ونتمنى وان شاء الله مزيد من العطاء في هاد الجامعات مول البرقي، ونتمنى وان شاء الله نشوفوا التحقيق ونشوفوا الغيره الكبيره على البلاد في هذا الخير هذا. وحنا راه كل شيء فرحان من سبب هاد الطريق هادي اللي كتربط بين دار السي عيسى ومول البرقي. حنا عانينا كثير قاسينا كثير، الحمد لله وكان المجال واضح وكان تحقق لنا الحلم ديالنا في هاد الطريق، ونتمنى ان شاء الله المزيد من العطاء في هذه الجامعه هذه. وانا يعني في الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان احنا الحمد لله ما عندناش مشكل، احنا الحمد لله كنمشيو بالطلبات ديالنا يعني المسائل ما عندناش مشكل حتى مع شي احد، احنا كنقلبوا الا على الاصلاح العام وبغينا نشوفوا اي واحد عنده غيره على البلاد نوقفوا في الصف ديالو ونمشيو في الصف ديالو. ما عندناش الحمد لله شي حاجه اللي كتمس باي واحد الا الغيره الكبيره على البلاد، والحمد لله احنا كما كيقول واحد المثل احنا ما كنشوفوش بعيوننا كنشوفوا بالقلب ديالنا. مهما كتحقق شي حاجه في البلاد الا المواطن حتى هو كيفرح ويسعد. ان الطريق هذه اللي جينا نعاودوا على المعاناه ديالها وعلى التلاميذ انقطعت عن الدراسه انه شيء كثير، فهمتيني؟ السيد رئيس بوقطايا الحمد لله دار يعني زعمتين اجتهد على الطريق، راه ماشي سهله الطريق راه ماشي سهله باش يعني تجي في واحد الظرف يعني في واحد السنه قليله، فهمتي؟ فاش دخل هو وكذا واجتهد، حنا ماشي ضده ولا يعني مع هذه المسائل هذه، بانه اجتهد وجرى وجارى وتحقق هذا المشروع. ملي تحقق هذا المشروع راه حنا فرحنا وبغينا هذا الشيء كان خاص للبلاد، فهمتي؟ وحنا كنتمناو ليه مسيره موفقه. ماشي احنا هذا السيد راه كيعرفنا وكنعرفوه، احنا المهم المسيره ديالو غاديه مزيان ونتمناو ليه الله سبحانه وتعالى يزيد في هذا الخير هذا، فهمتي؟ يزيد في هذا الخير ونتمناو ليه الجيل الجامعي كاع كل من كيبطش شي باتشاتون ديال الخير احنا كنكونوا في الصف ديالو. مزيني احنا الحمد لله الانسان ملي كتلقى عنده غير على البلاد كاين عنده الحوار عنده جميع المسائل كنمشيو تنوقفوا تندير هذا راه خير كبير. هذا ماشي سهل، فهمتي؟ ماشي سهل الانسان باش يحط واحد المشروع في واحد الظرف معين. ونتمنى ولي ان شاء الله المسيره موفقه للجامع هذا هو. شكرا.